اتفاقية في المجال التعليم الرياضي، وبتهدف ان يكون في كورسات في مختلف المجالات، سواء الإدارة الرياضية وتسويق رياضي، دبلومة او ماجستير. طبعا هي بتتطرق، هتبدا بدبلومة، بعد كده هتتطرق او هتوسع ان هي تكبر تكون مستوى الماجستير. فدي حاجة انا شايف انها مطلوبة في السوق المصري، يعني مطلوبة لان انت عندك القطاع ده مش معلهوش تركيز او القطاع اللي هو التعليم الرياضي يعني، او اللي هو السبورتس اديوكيشن، مفيش عليه فوكس قوي في مصر زي بره. فاحنا من طرفنا برضو كنادي اهلي كان ده من هدف من اهدافنا في المجلس، ان احنا نقدر نطبق ده كدورنا برضو كنادي اهلي نحو اولادنا ونحو شباب النادي ونحو العاملين بالنادي ونحو اي حد بينتمي للنادي، وبرضو نحو المصر، يعني ان انت برضو يبقى في تطوير للقطاع الرياضي في مصر.